ما أن نتذكر اسم مركز البحرين للمجوهرات حتى يتبادر إلى أذهاننا عالم من أرقى الأسماء في صناعة الساعات والمجوهرات بتصاميمها الراقية التي تخطف الأنظار. كمركز البحرين للمجوهرات طبعا الحمد لله شركتنا معروفة، وصار لنا من بداية نشارك في معرض الجوهر العربية، وصالة العرض تقريبا 2400 متر مربع، وعندنا حوالي 50 شركة، وكل شركات أسامي لماعة ولها باع طويل في صناعة الساعات والمجوهرات. ونحاول أن كل سنة نضيف لمسة مو بجديدة، لمسة خاصة حق المعرض، يعني شيء جديد حق المعرض كل سنة. هالسنة يبنى براند اسمها غراف. هاي أول مرة تشارك في المعرض. هاي براند من اليونايتد كينغدوم، من أحسن يعني من أحسن المجوهرات في العالم يعني. I'm a friend with the Bahrain Jewelers Center for 20 years. You know, I was exhibiting here from the year 2000, and I see a lot of you know, new customers. You know, new customers from Saudi Arabia, a lot of new customers from Bahrain.